طمني دكتور، كيف وضعه هلا؟ دخلنا هلا وغسلنا المعدة. منشكر الله. والطفل كيفه، منيح؟ أي طفل؟ ديما خانهم حامل، وعم بسألك عن وضعهم هن الاثنين. ديما خانهم مو حامل. شو هالحكي؟ لازم تكون حامل. عملنا الفحوصات كلها ومتأكد ما في ولد أبدا. ما أنا حامل يعني؟ أنا متأكد إنه ما في هيك شيء. لك يا ربي ما يصير شيء لديما، ما يصير لها شيء. حمي ديما وعافيني. دخيلك يا ربي تحمي ديما وترجعها لعائلتها ولجوزها سالمي. يا ربي دخيلك، دخيلك يا ربي. طمني، شو قال لك الدكتور؟ قال لي انه رح يعملوا جهدهم. يا الله تحميها ولا تحرمنا منها. كيف صار هيك امي؟ انا ما بعرف شيء يا روحي. شكران والبنات شافوها. ايه شفناها، يعني انا واسيل وغصون طلعنا لفوق مشان نشوف غرفة البيبي الجديدة. ولو تشوف شكلها الغرفة قايمة قاعدة. غرفة البيبي؟ ايه، كان كل شيء بالغرفة مكسر وتيابه الجديدة كلها على الارض. اكيد ديما اللي عملت هيك. ولهيك قلت لحالي لروح وشوف شبهها. طلعت على غرفتكم وشفت ديما على الأرض واقعة. تلبكت كتير وقت شفتها وندهت لأمي واتصلنا بالإسعاف واجوا لعنا وجابونا على المشفى. وهذا اللي صار. الله تلطف فينا ولحقناها يا عمري. نحمد الله ونشكره لأنه شافوها، وإلا أبصر شو كان صار فيها هلأ. كانت راح تموت بين إيدينا. يا الله تتلطف فينا. طيب لما شفتوها كانت صحيانة ما حكت شي؟ لا، كانت غايبة عن الوعي. عمران، ديما ليش حاولت تنتحر؟ طيب يعني انت بالنهاية زوجة واكيد بتعرف ليش، وإلا ما يكون في سبب، ولا انا غلطانة؟ شكراً، ما قلت لك الوقت مو مناسب لأسئلتك. بعدين بنحكي بهالشي، خلينا ندعي لها تقوم بالسلامة يا بنتي. ان شاء الله، بس انا خايفة لانه يعني ببساطة ديما حامل بابنها وشكله الحمل مأثر عليها. معقول ديما تضحي بابنها؟ عمران بيك، فينا نحكي شوي؟ خير دكتور، في شي مو مني؟ ما في شي، لا تاكلوها. تفضل. زوجتك حاولت الانتحار قبل هالمرة؟ لا. طيب هي مزعوجة من شي أو مضايقينا؟ كانت تعبانة نفسياً شوي هالفترة؟ نحن الحقيقة مرقنا بفترة صعبة شوي، بس ما خطر لي أبداً أنها رح تحاول تنتحر. طيب هددتك بأنها يمكن تنتحر؟ أو قبل ما تأخذ هاي الأدوية خبرتك شيء؟ لا أبداً، بس ليش عم تسألني؟ ما عم بفهم. اسمعني عمران بيك، زوجتك أخذ أدوية وبكمية كتير كبيرة، وطالما ما خبرت حدا قبل ما تعمل هذا الشيء معناتها مصرة تموت وهي ما عم تتسلى. يعني اللي بدي أقوله يا عمران بيك، نحن هالحالات كتير منشوفها، وبيكون قسم كبير منهم حالاتهم بسيطة وما لها خطيرة أبداً، وبيكون المريض عم يلفت انتباه. بس ديما خانهم حالتها النفسية صعبة كتير، واللي عملته محاولة انتحار حقيقية وكانت بدها تموت فعلاً. طيب وكيف هلأ؟ أنقذناها بآخر لحظة، بس لو تأخرنا كمان شوي كانت ماتت. وضعها أحسن؟ إيه، وهلأ رح تضل تحت المراقبة.